يعطيكم العافية طلاب سنة خامسة الجامعة الهاشمية، اسمي خالد بدران، أخصائي أنف أذن وحنجرة في مستشفى الأمير حمزة. إحنا هلأ في زمن الكورونا، التاريخ اليوم قديش؟ 30/3/2020. زي ما عرفتوا إنه بدنا نعطيكم محاضرات عن طريق الإنترنت، لأنه صعب تيجوا لعنا على المستشفى في ظل الظروف الراهنة. أنا راح أعطيكم عدة مواضيع. أول موضوع راح يكون الاكسترنال إير كانال ديزيز. طريقتي بالمحاضرات راح تشوفوها كمان شوي، إنه بطرح سؤال وبقولكم اكبسوا بوز، فبتكبسوا بوز وبتفكروا بالجواب، بعديها بتعملوا ريبلاي وبتشوفوا الجواب. هاي الطريقة كتير أحسن من الطرق التقليدية لأنها بتحفزكم تفكروا. مش بس هيك، ممكن تاخدوا هاي المهارات وتطبقوها على اختصاصات تانية، هاي بنسميها transferable skills، كيف تعملوا تفكير واناليسس. ضروري انه احنا دائما نسوي good differential diagnosis لأي disease. هون عندنا بالسلايد هاي مثال على external ear disease، بس هذا مش شرط يكون external، ممكن يكون اي other organ، ممكن يكون kidney، ممكن يكون liver، foot. لما تحطوا differential حاولوا سووها زي شجرة، بتبدأ بمين topics وبعدين تتفرع. فبالسلايد هاي شو رأيكم البداية تكون بالdifferential diagnosis؟ في خيارين عندنا هون، فهلأ حطوا pause وبعدين حطوا replay عشان تسمع الجواب. 1 2. فعندنا هون في acquired problem وconjunctival problem. أنا ليش حطيت هاي؟ لأنه أنا بعرف إنه كتير من الناس لما تحط differential تبدأ ب infection, inflammation, cancer. هذا صح، بس في شيء أحسن من هيك. أحسن من هيك إنك تبدأ ب congenital acquired، بعدين acquired تحط فيها differential اللي حكيتهم قبل شوي. كتير ضروري إنك تبدأ ب acquired و congenital، لأنه إذا ما فكرت بالcongenital ما راح يروح من بالك. يعني أنت you will miss many pathologies إذا أنت ما فكرت بالcongenital بس فكرت بالacquired. طيب هلأ الacquired في differential diagnosis of an acquired، شو رأيكم هاي ممكن تكون؟ اكبسوا pause وبعدين replay. 1 2. إذا عندنا هون الأكوايرد قسمناه inflammatory و non-inflammatory. أنا بعرف إنه في كتير ناس حكت الأكوايرد malignancy, infection, inflammation. برد بعيد مرة تانية، هذا صحيح، بس دائما عودوا حالكم إنه تمشوا شوي شوي بطريقة systematic. فأنت لما تعطي main topics inflammatory, non-inflammatory، وبعدين الانفلاماتوري تنزل فيها احسن مما تروح راسا على الديتيلز. هاي بتسهل طريقه التفكير انك تمشي بمين توبكس شوي 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 من فوق لتحت. اوكي، فكروا لي هلا ما ايش الانفلاماتوري ممكن تكون وايش النون انفلاماتوري ممكن تكون. اكبس بوز وبعدين ريبلاي. 1 2. اوكي، اذا حكينا انفلاماتوري نون انفلاماتوري، شيء ثاني بساعدكم ان الجواب تعطوا هالجواب انه دائما حطوا دايجنوزز مثلا اي وبعدين نون اي، انفلاميشن نون انفلاميشن، انفكشن نون انفكشن. هاي بتسهل عليكم برضو الكلاسيفيكيشن. فعندنا هون مثال انه في انفلاماتوري ونون انفلاماتوري. هلا لاحظوا الانفلاماتوري ممكن تكون infective و non-infective.
ليش انفكتيف؟ يعني هذا اثبات انه مش كل انفلاميشن هو انفكشن. في انفلاميشن with infection وفي انفلاميشن without infection. النون انفلاماتوري في عندنا نيوبلاز، في عندنا تروما، في عندنا اذر. اوكي، هلا فكروا لي بالانفكتيف انفلاميشن، شو الديفرنشال تبعها؟ يلا حطوا بوز وبعدين ريبلاي. واحد اثنين. اوكي، الانفكتيف في منها فيرال، في منها بكتيريال، في منها فونجل. لاحظوا ان احنا قسمنا الانفكتيف بيزد على الكوز. طيب هلا بدي تفكروا لي اذر كلاسيفيكيشن للانفكتيف، مش فيرال وبكتيريال وفيرال وفنجل، وبدي تعطيني اكزامبل اوف ذا نون انفكتيف كوز اوف ذا انفلاميشن. مره ثانيه بعيد، هذا بنطبق على الاي ان تي، على العظام، على العيون، على اي سبيشاليتي. اوكي يلا اكتب سبوز وبعدين ريبلاي. واحد اثنين. اوكي، another classification infective ممكن يكون acute, subacute, chronic. لاحظوا انه احنا لما نعمل classification احنا ما بنلتزم بشيء معين. احنا في عندنا خيارات كثيره في المديسن تعمل classification، في منها according to the trigger factor مثلا viral, fungal, according to the time. فانتوا ما تحددوا حالكم، خلي عندكم broad thinking. طيب non infective يعني non infective يعني في inflammation بس من دون triggering factor، مثلا sarcoidosis هذه مثال على، او amyloidosis هذه inflammation بس من دون infection. اوكي، طب خلينا ننتقل لل non inflammatory. non inflammatory في منها neoplastic, traumatic, other. طيب لما نحكي neoplastic اعطوني differential للنيوبلاستيك. دائما زي ما عودتكم انه يكون الديفرنشال 2 او 3 بوينتس بس، بعدين بتتفرع شوي شوي لتحت. فكروا فيها واعطوني الجواب. يلا اكبسوا بوز وبعدين ريبلاي. واحد اثنين. اوكي، النيوبلاستيك ممكن تكون بيناين، ممكن تكون مالجنانت. انا جبت يعني انا بهمني تعرفوا الشغلات الصغيرة، لأني أنا خلال تجربة 25 سنة بعد التخرج اكتشفت أنه في كتير مصطلحات جزء كبير من الناس مش فاهمينها. كتير ناس بفكروا أنه نيوبلاستيك معناتها كانسر. طبعا أنا مش عم بحكي كلكم نفس الإشي، في ناس بيعرفوا ويعطيهم العافية، بس بحب أأكد إنه النيوبلاستيك ممكن هي بناين، ممكن مالجنانت، مش شرط تكون كانسر. طيب إذا حكينا في مالجنانت، طيب أعطوني ديفرنشال أوف مالجنانسي. واحد اثنين. يلا اعمل بوز وبعدين ريبلاي. أوكي، إذا مالجنانسي ممكن الناس تصنفها بطرق مختلفة زي ما وضحت قبل هيك. في ناس بتقول لك انه malignancy في primary وفي secondary، يعني primary بتكون primary malignancy او secondary بتكون metastasis من محل تاني. هذا كويس. في برضو classification برضو ممكن كويس. ممكن تقول لك الناس according to the site of malignancy، يعني في epithelial، في mucosal، مثلا سكويمس سيل كارسينوما، ادينو كارسينوما، برضو هاي طريقه ثانيه. هذا الشيء باكد انه الكلاسيفيكيشن في الها انواع مختلفه. بس اهم شيء يعني هي كومن از كومن، انه اذا احنا بهمنا لما نشوف مريض عنده كانسر مثلا بالنك كانسر، اول شيء بخطر على بالنا، ما بخطر على بالنا شو نوعه ومن وين الخلايا. اهم شيء عندنا انه نعرف انه هذا الكانسر من هناك ولا جاي من محل ثاني. اوكي طيب اعملوا بوز وبعدين ريبلاي. هلا حتى نعرف الديفرنشال دياجنوزز ونعرف المانجمنت ضروري نعرف الاناتومي اوف اني اورجن. الاير
في لها ثلاث أقسام. شو هم الـ three parts of the ear وشو وظيفة كل واحدة منهم؟ يلا اكبسوا بوز وبعدين ريبلاي. واحد اثنين. الـear لها three parts. الـ external ear اللي هي الـ outer ear canal. هاي الـ outer ear canal هي اللي بتدخل الساوند ويفز. الساوند ويفز من external ear اللي بتوصل للميدل ear. الميدل ear وظيفتها انه الويفز هدول تحولهم لميكانيكال انرجي، يعني التمبانينج ممبرين والاوسيوز بتحركوا، بتوصلها لوين؟ للاوفل ويندو. الاوفل ويندو هو مدخل الانر اير. لما تدخل للانر اير بتصير تتحول لالكتريكال انرجي. مهم نعرف الستركشرز اوف ذا اوتر اير. اوتر اير في منهم في بنا بالاوتر سايد، بعدين كانال، بعدين تمبانينج ممبرين. كتير مهم ان نعرف ان الاكسترنال كانال تخلص على التمبانيك ميمبرين بعدها بتبدا الميدل اير. هاي كتير مهمه في الباثولوجيز رح نيجي عليها، لانه التمبانيك ميمبرين هو فاصل مهم بين الاوتر والميدل اير، وهذا الاشي قليل من الـ الناس العاديين بيعرفوها. فبيجيك واحد بـ اير بين، المشكله بتكون مثلا ميدل اير، بقول لك بدي تعطيني قطرة. طب هاي القطرة اذا حطيتها بالاوتر اير ما بتدخل للميدل اير. فعشان هيك امبورتنت تعرفوا انه التيمبانيك ميمبرين هو بارير. هذا دايجرام تبع البنة، بجوز تحكوا لي طب احنا بنعرف البنة ليش بتجينا اياها. كثير مهم بالميديسن تركزوا انه تعرفوا النورمال، تو فاميليارايز يور سيلف وذ النورمال حتى تعرف الابنورمال. فمثلا بالميديسن ضروري تفحصوا ابدومنز، حتى في يوم من الايام تفحصوا ابدومن وتلاقوا فيه ليفر. مش مثلا انه تقولوا لاصحابكم دلوني على حاله فيه ليفر، دلوني على واحد عنده كريبيتيشن باللنج. لا، لازم تعودوا حالكم تعرفوا النورمال حتى تعرفوا الابنورمال، وراح تيجي لهي النقطه بعدين. عندنا البنة أو الأوركل، زي ما أنتم عارفين هي عبارة عن سكين وتحتي فريمورك أوف كارتليج. هذا هو إلاستيك كارتليج، والبنة فيها سكين كارتليج وفيها حولها مسلز برضو وليجمنتس. هلأ common question بالأوركل اللي هي development of the أوركل، لأنه كتير مهم نعرف الامبريولوجي تبع الاوركل، لانه بينعكس عليها كثير سيندرومز وكثير ابنورماليتيز. فكروا لي اذا انت سالت سؤال بامتحان اعطينا هنت عن الديفلوبمنت اوف ذا اوركل، شو بتجاوب؟ يلا بوز وبعدين ريبلاي. واحد اثنين. انا متاكد انه السؤال امبريولوجي كثير ناس هيك حسوا سؤال صعب، لأنه كثير منكم صار يقول طب أنا مش دارس إمبيرولوجي، طيب هل هي كروموسومز، هل هي إكتوديرم إندوديرم، كيف نجاوب هالسؤال؟ لا، هي السؤال بسيط. الهيد اند نيك أرياز الديفلوبمنت تبعتهم مكونين من أرشز، يعني في عندنا هون الفيرست أرش، تحتيه السكند أرش، تحتيه الثيرد أرش. فكلها على كل جهة فيها أرشز. مع الديفلوبمنت نبدأ كأنه إحنا أوبن بوك، بعدين شوي 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 بسكروا على بعض. هذا الديفلوبمنت of the human being. فالأوريكل بيجي من الفيرست أرش. هلأ أي أبنورماليتي في الأوريكل بتبعها أبنورماليتي ممكن يكون بالماوث، لأنه الأرش بيجي من فوق بنزل لتحت. أوكي، بعدين it's important برضو تعرفوها هالشغلة، لأنه الارشز ممكن يعطوك ابنورماليتيز، وممكن يكون عندهم فيلير اوف فيوجن، يعني الارش ممكن ما يسكر. مثلا مثال عليها بالابدومن، لما ما يسكر بصير في جاستروسكيزز. فكثير في شغلات بتتشابه بين الهيدن نيك وبين ذا ريست اوف ذا بودي. المهم انه تعطوا الامور ببساطه وما تعادوها، بس هي برانكل ارشز، فيرست برانكل ارش، سكند، ثيرد. الفيرست مسؤول عن التراجمنال نيرف، السكند الفيشل نيرف، الثيرد الناينث نيرف، لوسيفرينجال نيرف.
قد ما كانت الإير صغيرة قد ما مهم نعرف الأقسام تبونها. بدي تقسموا لي الرسمة هاي لـ outer و middle و inner ear. يلا حطوا بوز وبعدين ريبلاي. واحد اثنين. لاحظوا الـ outer ear بتبدأ من برا لعند التيمبانيك ممبرين، بعدين التيمبانيك ممبرين والأوستيكلز والكافيتي هم الميدل إير، بعدين الكوكليا والسيميسيركل كناريز هم الرقم ثلاثة الإنر إير. كتير كتير مهم إحنا نعرف إنه في حدود بين الأقسام، لأنه كل بارت بيعطيك سيمتومز وبيعطيك ديفرنت باثولوجي. يعني مرات بيجيك المريض مثلا على العيادة عم بقول لك داني عم بتحكني وبشعر انه في كثير ضغط لما اطلع بالطياره وبدوخ. طب انت بتقعد تفكر، طب هاي من اي منطقه؟ طيب انا بحل لكم اياها. الحكه تيجي من الاوتر اير، هاي اتشينج من السكن اوف ذا اوتر اير. البريشر بيجي من الميدل اير، اوستيشن تيوب ديسفانكشن. الدوخه تيجي من الانر اير. ف المريض لما يجيك بالسيمتوم هو ما بفكر هو ما درس زيك الاناتومي اوف ذا اير، هو عنده سيمتومز وبشكي لك اياها. فانت عشان هيك الهيستوري از ان ارت، انك انت لما تسمع هيستوري تكون عارف الاناتومي وتعمل كورليشن بين السيمتومز وبين الاناتومي. الاكسترنال كانال قديش فكركم طولها؟ هل هو 2.5 3.5 ولا 4.5 سنتي؟ بعدين الكنال الاوتر بارت اوف ذا كنال برا اللي هو كارتليج، والانر بارت هو بون. قديش نسبه الكنال بكون كارتليج وقديش نسبه الكنال بكون بون؟ بعدين الكنال اللايننج تبعها شو ممكن يكون اللايننج تبعها هيستولوجيكلي سبيكينج؟ يلا بوز وريبلاي. واحد اثنين. طول الكنال 2.5 سنتي. مهم تعرفوا هذا الطول لانه لما تعملوا كليننج اوف ذا اير كنال تعرفوا لامتى تدخلوا البروب تبعكم حتى تقيموا الواكس، اذروايز راح تعملوا بيرفوريشن بالتيمبانيك ممبرين. الكنال الاوتر ثيرد من الكارتليج والانر 2/3 هي بون، وهذا النسبة هي بالعكس بالنسبة للإستريشن تيوب اللي هو الكارتليج منه 2/3 بس البوني بكون 1/3. مهم برضو نعرف اللايننج اوف ذا اكسترنال كنال هي ستراتيفايد سكويمس ابيثيليوم، يعني زيها زي السكن بس هو داخل لجوا. الفرق انه فيها سيرومينس جلاندز بتطلع واكس وفي سيبيشيس وفي شغلات زيادة عشان الكنال في كافيتي ولازم تحافظ على الهيجين جوا. برضو مهم نعرف انه الابيثيليوم تبع الاكسترنال كنال في عنده فيتشرز اوف مايجريشن، دائما it migrates from medial to lateral. عشان هيك الواكس في تندنسي للواكس يطلع برا، فهي الكنال it's a self cleaning organ. فأي disturbance في هذا المايجريشن من الناس لما تنظف دانها بتسبب deficit بالمايجريشن، عشان هيك بصير accumulation of wax. هلا الاكسترنال الاير كنال في حواليها adjacent structures. هاي adjacent structures هي temporal mandibular joint at the front والmastoid at the very back. طيب أنا بدي أسألكم سؤال، ليش مهم إنه نعرف في هاي structures adjacent to the external canal وشو the clinical implication؟ يلا حطوا بوز وبعدين ريبلاي. واحد اثنين. اوكي الـ TMJ اللي هو anterior to the canal
كثير مرات بيجونا ناس بـ ear pain، وهذا الـ ear pain ما بنشوف أي abnormality بالـ external ear أو الـ middle ear. هذا often بكون referred otalgia اللي هو وجع راجع جاي من الـ temporomandibular joint اللي هو dental in origin. فعشان هيك ضروري نعرف إيش الـ adjacent structures، لأنه هذا بيساعدنا بالـ differential diagnosis. الماستويد برضو adjacent، في كتير confusion بين otitis externa وبين mastoiditis. mastoid زي ما انتم عارفين هو تابع للميدل اير. احنا اذا ما كنا عارفين انه هاي structures adjacent ممكن تأثر على بعض، ما بنعرف differential diagnosis. فعشان هيك كتير مهم انه نعرف الاناتومي حتى نعرف clinical implication. السرومن او الواكس مهم للاكسترن اير كانال، عشان هيك احنا بنحاول ننصح الناس انه ما تبالغ في تنظيف الشمال لانه بتسبب مشاكل. هذا السيرمن هو انتي بكتيريال. طب انتوا فكركم هذا السيرمن بيرفع البي اتش ولا بنزل البي اتش حتى عشان يمنع الانفكشن؟ يلا بوز وريبلاي. 1 2 السيرمن بيعمل اسيدك ميديوم. دائما الاسيدك ميديوم بتكون انتي بكتيريال، هاي كثير مهمه. طيب هون برد بخطر على بالي سؤال ثاني، هي الـ مع انه اللايننج زي ما حكينا اوف ذا اكسترنال اير كانال سيميلر تو ذا سكن، طب هي ليش الاير كانال مع انها ذا سيم لايننج it's more prone to infections؟ فكروا لي فيها وبتعطوني الجواب. يلا بوز وبعدين ريبلاي. 1 2 الاكسترنال كانال هي عباره عن كافيتي، واي كافيتي في البادي is more prone to infection عن الاوتر سيرفيس. ليش؟ لانه often اذا في secretions بيتجمعوا جوا، و accumulation of secretions هاي it provides good environment for the bugs to grow. هاي أول شغلة. بعدين ال cavity بتشجع anaerobic growth، هاي شغلة ثانية. بعدين accumulation of water بتصير فيها humidity عالية، ودائما البكتيريا بتحب ال humidity. غير إنه بتكون hot area. أنت مثلا شبه حالك تدخل على مغارة بتكون دافية مقارنة ببرا، نفس الشيء بالبادي بتكون فيه هيت، وهي كلها عوامل بتخلي البجز تجرو. عشان هيك the patients tend to have more infections بالكافيتيز مقارنة بالسيرفس. في شغلات تانية اللي هي microbiological، ممكن الفلورا تكون فيها غير عن الاوتر بارت، ممكن تكون environmental factors، الناس مثلا في habits انه تنكش دانها. فانتوا يعني لو بدكم تجاوبوا هذا السؤال بطريقه هيك سيستماتيك بتقولوا لي اوكي ذير ار وان اناتوميكال فاكتورز انه هاي كافيتي انسايد، ذير ار انفايرمنتال فاكتورز مثل الهيت والهيوميديتي، ذير ار مايكروبيولوجيكال فاكتورز مثل الفلورا والاخري. شايفين؟ فانتوا لما تجاوبوا السؤال لما تحطوا هيك مين توبكس بتسهل الإجابة عليكم أكتر. أوكي. التيمبانيك ميمبرين هو مميز إنه بتكون من 3 layers من الإكتوديرم، ميزوديرم، إندوديرم. كلهم تخيلوا إنهم كلهم مكبوسين على بعض. اللايرز بثين لاير. بيز على هاي انتو شو رايكم الثري لايرز مكونين من ايش؟ الشغله الثانيه كثير بهمني انه تعرفوا شو النورمال ابييرنس اوف ذا تيمبانيك ميمبرين، لانه كثير من الدكاتره ما بيعرفوا النورمال فما بيعرفوا الابنورمال. انت لما تعود حالك على النورمال ابييرنس، إذا أجاك واحد بمشكلة أهم إشي تفرق هل هذا نورمال ولا مش نورمال، لأنه كتير
كثير من الإير بروبلم بتكون مش إير، هي بتكون جاي الوجع من برا الإير، بس الناس بتطلع بتشوف شوية كونجشن وتيتس ميديا. لا هذا غلط، عشان هيك بهمني تتعودوا على النورمال أبيرنس. فبيزد اون ذس، شو رأيكم النورمال أبيرنس اوف تمبانيك ممبرين كيف بكون؟ فكروا فيها، يلا بوز وبعدين ريبلاي. واحد اثنين. اوكي، تمبانيك ممبرين إذن 3 لايرز. برا الاكتوديرم بتعمل سكن اللي هو كونتينوس مع سكن اوف ذا اكسترنال كانال. بالنص اللي هو الكونكتيف تيشو الميزوديرم، وجوا اللي هو الاندوديرم. الاندوديرم هو بارت اوف ذا ميكوزا. يعني انا مثلا هي سكن برا، هذا اكتوديرم، جوا الماوث الميكوزا هاي اندوديرم. اذا اكتوديرم برا اندوديرم جوا. هون ما في ميزوديرم، بس التيمبانيك ممبرين ميزته انه ميزوديرم بين اللايرز. مهم تعرفوا انه التيمبانيك ممبرين it's speedly، يعني زي بلمع، اهم شيء اللمعه. بعدين في لايت ريفلكس اللي هي الضوء، لما تحطوا الاوتوسكوب جوا في ريفلكشن اوف لايت. هدول مهم كثير تعودوا حالكم عليهم، يعني تصيروا تفحصوا مره ثانيه. بكرر، لما تفحصوا مرضى ما تدوروا على المرضى اللي عندهم فايندينج، افحصوا اي مريض علشان تعرفوا ايش النورمال والابنورمال. فاهم شيء مثلا تفحصوا الاير بواحد ما عندوش سيمتومز، وقتيها بتعودوا حالكم شو النورمال ابييرنس عشان تقدروا تعرفوا الابنورمال ابييرنس. كثير مهم نعرف الانرفيشن اوف ذا اير، مش لانه بدنا نعرفه ولا لانه لازم نعرفه، لسبب واحد، لانه مهم نعرف الاير ايك لما ما تكون problem of the ear. هذا الوجع من وين جاي؟ هذا بسموه referred otalgia. based على الحكيته بدي تفكروا ايش الشغلات اللي بتصير برا الدان وبتعمل وجع بالدان، بس هي مش سببها الدان. الشغلة الثانية، ليش في وجع جاي؟ طبعا انا يعني لابد ان اوضح لكم انه الوجع جاي من محل تاني، لانه في شيرد نيرف سبلاي بيجي للدان وبيجي من المحل اللي جاي من الوجع. ففكروا لي شو الشغلات اللي بتعمل ريفيرد اوتالجيا، وعن طريق اي نيرفز بتعمل ريفيرد اوتالجيا. هاي النيرفز هي نفسها اللي بتعمل سبلاي للاير. يلا بوز وبعدين ريبلاي. واحد اثنين. الريفيرد اوتالجيا بيجي من ثلاث محلات. واحدة دنتال كوز اللي هي يا اما توث يا اما تي ام جي اللي هو تمبرال مانديبولر جوينت. هذا عن طريق اللي تراجي من النيرف اللي هي بغذي الانتيرير هاف اوف ذا اير كانال. المحل الثاني بيجي من النك اللي هو عن طريق السيرفيكال بلكسس اللي هي سي 2 سي 3. المحل الثالث بيجي من الثروت، يعني واحد إذا كسر عنده تونسيلايتس بصير عنده إير إيك. بيجي الناس بيشكوا من تونسيلايتس بيقولي ليش عندنا إير إيك، بفكروا عندهم تونسيلايتس عندهم تونسيلايتس ميديا. لا، هي تونسيلايتس بتعمل بين عن طريق الفيغاس نيرف اللي هو اللي بيغذي البوستيرير هاف اوف ذا كانال. طبعا في برضه فيشل نيرف، لانه بصير معهم فيشل بولسي بصير معهم إير إيك. طب هذا عن طريق الفيشل نيرف، مش عن طريق مش انه فيشل بلسي مع اوتيتس ميديا. فكتير مهم نعرف السبلاي حتى نعرف الدياجنوزز. مهم تعرفوا انه في لمف نودز حوالي الاوراكل، لانه اذا في سويلينج انت بتقعد تفكر هل هذا لمف نود عامل سويلينج ولا هذا ماستودايتس عامل سويلينج. في فرق كبير بين التنتين، فخليها ببالكم انه في لمف نودز. الفاسكولار سبلاي، اهم شيء تعرفوا انه الاوراكل از فيري ريتش ان سبلاي. يعني انت مجرد ما تعمل سكراتش بنزل دم كثير. هذا شيء كويس، معناته الهيلينج كويس فيها. اوكي،
هون بالصورة اللي حولها دويرة إير فوتوغراف. هلأ بالامتحانات مستقبلا كثير رح يجيكم فوتوغرافز رح يقول لكم describe what you're seeing. اوكي فبدي اياكم هلا to describe what you're seeing. يلا بوز وبعدين ريبلاي. واحد اثنين اوكي. اهم شيء لما تعملوا description لكلينيكال فوتوغراف تقولوا this is a clinical photograph. تبدو فيك اوكي of right ear. ضروري تعرفوا right مش left، لان الناس لما تحاسبكم على your description في عندها check list هل عرف هاي right ولا left. اوكي showing a right ear. اوكي مش يعني ما تاخذوا things for granted انه هم عارفين انها ear. طب الاكزامينر عم بيسالكم عم بفكر هذا بيعرف انها ear ولا مثلا nose ولا finger. لا عارف انها ear. اوكي اذا of the right ear. Showing deformity. Deformity كويسة لأنه لما تحكي deformity معناته أنت فاهم يعني عندك good description. Okay. Deformity of the ear. The auricle. The auricle appears to be deformed and small. يعني أنت مهم to describe the shape is it deformed والsize. ما تنسوا size إنه big أو small. اوكي السؤال الثاني what do you examine next. اوكي فكروا فيها يلا بوز وبعدين ريبلاي. واحد اثنين اوكي. هو الاكزامينر سالك what do you examine next لانه بدي يعرف انت كيف بتفكر. اوكي طيب next اهم شيء I will examine the other ear لانه الاورال اير از مش 1 از 2. هاي اخذت عليها تيك بوكس. اوكي بعدين I will examine the inside لانك انت اللي قدامك هذا المظهر الخارجي انت ما بتعرف شو في جوا. اوكي فبدي اعرف انك انت you proceed لجوا the external ear canal the tympanic membrane etc. اوكي ثالث شيء بده يعرف انك انت هل انت بتروح برا الريجن ولا لا. ف I will examine the rest of the body looking for any syndromic problem. شايفين هاي proper answer. بدي اياكم تفكروا شو ال congenital problems of the oracle. لما اسالكم هالسؤال انا مش طالب منكم تعرفوا السندرومز ولا طالب منكم تعرفوا كروموسومات ولا شيء. انتوا بس as a description تخيلوها مثلا ديجيت شو ممكن الاوبشنز تكون موجوده بحيث انه في يكون في congenital abnormality. فكروا فيها يلا بوز وبعدين ريبلاي. واحد اثنين هاي السلايد مش دقيقة بس أنا بحكي لكمها بطريقة تانية. تخيلوا إنه هذا مثلاً فينجر شو ممكن يكون الديفورميتي. ممكن يكون سمول مايكرو أو ماكرو كبير بس هو نفس الشكل أو ديسمورفيا اللي هو شكله غلط. أوكي أو يكون أكثر يعني هون عندنا مثلاً أكسسوري أوريكل او بوليدكتلي مثلا بحاله الفينجر بيكون بولي بيكون في اشي زياده بس هم الشيب والسايز كونستنت. شايفين كيف او يكون ابسنت اللي هي ا تبدا ب ا. اوكي انوشيا ابسنت هون ادكتلي بيكون ابسنت. ف هي الطريقه اللي انا بهمني تعرفوا عشان تفكروا شو الاوبشنز اللي موجوده قدامكم. هون عندنا أمثلة مثلا أنوشيا اللي هي absent ضروري زي ما بيخطر على بالكم مايكروشيا يخطر على بالكم ماكروشيا أنوشيا multiple ears مثلا accessory ear. هاي تقدر تطبقوها على أي organ بالبدي مش بس الإير على فكرة. وبذكركم أنوشيا هذه absent ممكن يكون برضو جوا absent يعني برا وجوا دائما
think outside the box. يعني absent oracle برضو absent ear canal بجوز ما بسمع بجوز absent nerve بجوز عنده syndromes برا. هون في microtia اللي هي السمول كناها مش مهم تعرفوا التفاصيل كتير بس low ear و cup ear هدول بكونوا deformed okay. يعني هاي prominent ear هاي مثال انه كيف الصغار على عمر 5 سنين او 6 سنين بصير بالمدرسة بتخوت عليهم لانه بقولوا شكلك زي ميكي ماوس فهدول البروميننت اير بنعملهم عمليات اللي هي اوتوبلاستي عشان نرجع الاوريكل للخلف هذه مثلا كونجنت الاتريزيا اللي هي الاتريزيا بتكون الكنال زي مش موجوده هون عندنا مثال على اكسسوري اوريكل يعني اذا شفتوا ايش زياده مش بس تفكروا والله سكن ليجن لا فكروا انه في تو اوراكلز واحده اندر ديفلوبت واحده نورمال فعشان هيك لما تبدوا بالديفرنشال دياجنوزز ابدوا كونجنتال اكوايرد لانه لو ما تذكرتوا الكونجنتال هاي بتروح منكم فهمتوا ليش اعطوني ديسكريبشن اوف ذس كلينيكال فوتوغراف و differential diagnosis يلا 1 2 pause و replay اوكي اذا هذه clinical photograph of the left ear مش عارف هو ما هو شكله جنتلمان اوكي showing اوكي اللي بسألكم السؤال هذا بدور على كلمات معينة واحدة swelling اوكي الشغلة الثانية bruising of the skin لانه هاي واضح انها traumatic case مش elective case ف suggestive of oracle trauma لانه بيعرف هل انت بتفكر بده يتاكد انك انت بتفكر ب acquired condition مش مثلا cancer neoplasm لانه هاي مش شكلها cancer trauma اوكي okay. and trauma can cause either bruising or ايش فكروا لي ايش ممكن غير بس bruising هاي شو ممكن تحت السكن ايش ممكن يكون يلا 1 2 هاي pause وريبلاي اوكي or either bruising or hematoma collection جوا الأوريكولار هيماتوما موضوع مهم كتير لأنه إمرجنسي بالإي إن تي إله أسباب وفي طريقة إنه نشخصه وفي طريقة إنه نعالجه أوكي التايب هو بلانت تروما يعني التروما في منها بلانت وفي منها إيش بينتريتينج هون ما يصير تروما لما تكون بلانت معناته إحنا ما فيش بريتش بالسكن فلما يكون في blunt trauma بصير في blood collection لو كانت open trauma كان blood بطلع ف collection of blood will endanger the structure of the ear لأنه البريكوندريوم تحت السكن is supplied ال cartilage تحت السكن is supplied by a layer called pericondrium هاي بتعطي blood supply للكارتلج فإذا تجمع blood بين البريكوندريوم والكارتلج معناته بطل في بلد سبلا للكارتليج وصار في مشكلة اوكي اذا هاي السلايد بتوضح انه الكارتليج ما عندوش دايركت بلد سبلاي عنده سبلاي باي ديفيوجن من البريكوندريم للاير فعشان هيك البلد لما يتجمع معناته بطل فيه اخر جملة بتحكي انه اذا صار في بارير اوف ديفيوجن اللي هو باي بلد بين البريكوندريم والكارتليج That will lead to what? شو هون بهمني تستعملوا هيك professional words وانتوا بتجاوبوا السؤال. فايش بتحكوا leading to what? يلا فكروا فيها. Pause, replay. 1 2. Leading to necrosis of the cartilage. Necrosis. هاي good word تستعملوها بالإجابات. لأنه في ناس بتحكي حكت لي damage.
في ناس بريك داون، في ناس ديث. لا، لازم تحكوا بروفيشنال ووردز حتى تكونوا تبينوا انكم فهمانين. وبرضه الكولكشن اوف بلاد بصير هاربر بكتيريا، فبصير الواحد ممكن يتحول لابسس، فهي المشكله فكروا انه ممكن تتطور برضه. طيب اذا الهيماتوما تركت وصار في نيكروز بالكارتليج، شو ممكن يصير بالاكيوت ستيج؟ دائما لما جاوا السؤال اسموا البروبلم اكيوت وسب اكيوت وكرونيك، يعني ايرلي او ليت. اوكي، ايرلي بتلاقي ايديمتس وفلكشوانت، مهم تعرفوا ايديمتس وفلكشوانت وايكوموزز وبروزنج، هدول مصطلحات كثير مهمه لاي سبيشاليتي. الجمله الاخيره بتحكي الليت كومبليكيشن. طب الليت كومبليكيشن اذا صار في نيكروزز شو ممكن يصير؟ اوكي، فكروا فيها. يلا بوز وبعدين ريبلاي. اذا it leads to cartilage necrosis and permanent disfigurement. هاي بسموها كول فلاور اير. اوكي، هاي كول فلاور اير caused by cartilage necrosis. فاذا جتكم هاي الفوتوغراف بتقولوا this is the clinical photograph of the right auricle showing deformity, irregularity, disfigurement. اللي بدكم اياه probably secondary to untreated auricle hematoma. هلا حتى تعمل، هو عاده المناوب الحنجره اذا واحد انضرب على الاوريكل تبعته الطوارئ بنادوه. طيب ليش بنادوه؟ عشان يميز هل هاي سويلينج ولا هل هاي بلود كولكشن، عشان هذا اللي بيعمل فرق. اوكي، هلا انتم كلينيكلي من دون اي بروسيجر كيف بتفرقوا بين في بلود جوا ولا ما في؟ فكروا فيها ويلا بوز بعدين ريبلاي. واحد اثنين. اهم شيء بفرق بين بلود كولكشن جوا اللي هو ديتكشن اوف فلويد انسايد اني كافيتي. اذا فيها فلويد اللي هو بلود يعتبر فلويد، فاهم كلمه هي فلكتويشن. فلكتويشن لانه كل شيء بروز كل شيء سوولن، بس ايش اللي بيفرق بين بلود بين في فلويد ولا ما في؟ فلكتويشن. اوكي، هلا السؤال الثاني اذا اجتك كونفيرم دايجنوزز. لاحظوا احنا بالميديسن في عنا احنا 5 ستيبس. في عنا هيستوري تيكينج، فيزيكال اكزامينشن، بعدين ديفرنشال دايجنوزز، بعدين انفستيجيشن، بعدين مانجمنت بلان. اوكي، فافرض عندك ديفينيتيف دايجنوزز، هلا بدك تعمل مانجمنت للهيماتوما. هاو دو يو مانج ات؟ هي وان انسر اللي هي المانجمنت، وهي الانسر فيها طريقتين، فيها اي طريقه اي وطريقه بي. فكروا فيها ويلا بوز وريبلاي. اوكي، مانجمنت از ايفاكيويشن. اوكي، مش كثير في ناس كانوا بيحكوا لي مثلا جيت ريد اوف ذا بلود. لا، هاي مش بروفيشنال انسر بامتحان. يعني لما تحكي له هيك صح والجواب صح، احنا من جيت ريد اوف ذا بلود، بس لما تقول له ايفاكويشن معناتك انت بيعرف انك انت بروفيشنال قارئ كويس. اوكي، ايفاكويشن او درينج برضه كويسه. اوكي، بس ضروري تكون كلمه يعني مرتبه. هلا الايفاكويشن في لها اي او بي. الاي اللي هي اسبيريشن، وي نيد الاسبيريشن. بي اللي هي انسجن. اوكي، هلا فكروا لي شو الادفانتج اوف aspiration على ال surgical evacuation. يلا واحد اثنين pause replay. اوكي، هلا ال aspiration بنيدل اول شيء less invasion بدل ما تعمل cut. quick ما بدها anesthesia. وكونها limited less chance to introduce infection و easy to perform. طيب هلأ فكروا ايش disadvantage of aspiration. يلا pause و replay. واحد اثنين.
الديسادفانتج اوف اسبيريشن هي incomplete evacuation لانك انت عم تدخل blindly اوكي بعدين higher chance of recurrence بعد ما تسويها عشان هيك السيرجيكال انسيجن بيعطيك more definitive drainage than aspiration بس on the other hand كل شيء طبعا بالميديسن له advantages and disadvantages it's a bigger procedure حتى تسويها بعد ما تسوي evacuation بدك تسوي اي شيء تفتحه بالميديسن بالسيرجري تفتح بتعمل ايش اللي بعد تعمل fluid irrigation وبتعمل stinting ليش شو stinting بتحط pressure عشان ما يصيرش recurrence اوكي اوكي complication if untreated يلا فكروا فيها بوز واحد اثنين اوكي اذا complications ممكن يكون blood collection يسوي infection ممكن blood collection يسوي necrosis necrosis ممكن يعمل cauliflower ear ف cauliflower ear ممكن احنا نعالجها بطرق مختلفة ممكن نتركها ممكن نعمل excision it depends كثير مهم تعرفوا ان earwax is a normal phenomena مشكلته بس لما يكتر وزي ما حكينا انه في natural migration of the epithelium from inside to outside فه ال ear it's a self cleaning organ هلا ال اذا كان الwax very bad ممكن يعمل impacted wax طيب انتوا فكروا ليش impacted wax بتكون يلا فكروا بالموضوع و pause بعدين replay واحد اثنين إذا most impacted wax is caused by excessive cleaning لأنه الواحد لما يحط الكوتون بتفش جوا ما بطلع فبنتج عنه إنه deafness irritation أوكي الwax الأنواع في wet في dry بس هذا مش هذا اللي بهمني إنه تعرفوا إنه الwax هو impacted ولا مش impacted لأنه non impacted wax مش بحاجة إنك تقيمه أوكي ممكن تقولوا مثلا سباحة الووتر لما تدخل بتسبب impacted wax فكروا في كمان شغلة أخيرة تعمل impacted هاي أعطيكم هنت هاي الشغلة المريض اللي بيجيك مو عارف إنه هو بيعملها مش عارف إنه يعني هو مش عارف يعني ممكن المريض مثلا يعرف إنه بيسبح بقول لك مريض مثلا بحط إشي بدانه وبقول لك بس آخر سبب المريض هو مش عارف انه هو بيسويه بس هو بيعمل impacted wax بس المريض is unaware of يلا فكروا فيها واحد اثنين اوكي ممكن المريض يستعمل الايرفونز للموبايل هو بحطهم بس هو مش عارف انه بيعمل غلط لا actually هم they act the same as a cotton bud شايفين هذه امثلة على الشغلات اللي انت ممكن تعرفها بس المريض ما بيعرفها فعشان هيك الهيستوري از ان ارت الشغله الثانيه اذا كان مركب هيرينج ايد طب بقول لك انا ما عمري دخلت قطنه انا بس بحط هيرينج ايد طب ما هي الهيرينج ايد بتسوي اوكي هلا اي كونديشن في الميديسن في له ريسك فاكتورز طيب انتوا فكروا لي شو الريسك فاكتورز اوف امباكتد واكس يلا بوز بعدين ريبلاي واحد اثنين انتوا لما تنسألوا السؤال risk factors لأي condition حتى تسهلوا التفكير عليكم تفكروا بطريقة سلسة قسموها في risk factors إلها control منها وفي اشي ما إلها control ما بنقدر نعملها control يعني الشغلات اللي ما بنقدر نعملها control نرو ear canals مثلا اوكي يعني احنا انولدنا بنرو ear canals يعني شئنا او ابينا راح يكون عندنا واكس elderly people في حدا بيقدر يوقف عمره ما حدا بيقدر فهاي بتسبب increase risk of wax formation skin condition افرض عندك skin condition اذا هذا ما كان حساسيه لشيء معين بتعمله انت ما لك علاقه فيه مثلا افرض عندك psoriasis اوكي هلا الشغلات اللي في لنا كنترول عليها إذا اللي هي لايف ستايل هاي habitual إحنا بنعملها يعني واحد دائما بدخل مفتاح هاي إلك كنترول عليها
فعلى فكره هذه البرنسبل اللي بعطيكم اياها مش بس للاير، هذا بنتبع كثير امور في الميديسن. هلا السيمبتومز والساين از فيري امبورتنت برنسبل في الميديسن. طيب خليني اعطيكم مثال. افرض واحد عنده امباكتد اير واكس، شو السيمبتومز اند بلاش الساينز، السيمبتومز اللي بتكون عنده. فكروا فيها، يلا بوز وريبلاي. واحد اثنين. انا بحسب خبرتي مع الطلبة معظمهم بيحكوا سيمتوم اير ديسشارج. اكشولي لا، هي ريديوست هيرينج. خطرته ولا ما خطرت على بالكم؟ ديزنس لانها بتعمل بريشر على الانر اير، اير بين. هاي يعني انا مش كثير معاها انه اير بين، لانه عاده اتس بينلس كونديشن. فولنس، هاي كثير ناس بيقولوا فولنس بيعرفوها. رينجينج ان ذا اير، ممكن تعمل رينجينج. اتشينج او درينج، هاي يعني اس ممكن اتشينج اذا معها الرجي، بس انها تسوي ديسشارج هاي قليله. اوكي مانجمنت، شو رايكم كيف احنا ممكن نطلع الواكس؟ فكروا فيها، يلا بوز اند ريبلاي. واحد اثنين. في عنا يا اما اير سيرنجينج، نضخ مي جوا ويطلع، او انسترومنتيشن انها نقيمها فيزيكلي. اير سيرنجينج احنا ممكن نحط مي في الاذن عن طريق يا اما الكونفنشنال واي زي بيج سيرنج، نضخ فيها مي، نكبس البلانجر فبتضخ مي، او نستعمل الكتريك بامب تدخل مية. اوكي قبل ما هذا لازم يكون الواكس طري. اوكي وننصح المريض قبل باسبوع او اسبوعين يستعمل صوديوم بايكربونات اللي بدوب الواكس. قبل ما تعملوا اي بروسيجر بدكم تاخذوا طبعا هيستوري وانسبكشن عشان تشوفوا اذا الواكس فيري هارد، شكله مثلا دارك او لايت، واساس انه تنصح المريض يستعمل بايكربونات قبل او حتى اوليف اويل. هلا البروسيجر، اسالكم سؤال، طب انتم بتتوقعوا ايش السوليوشن، طبيعه المي اللي بنحطها بالاير، هل هي لازم تكون ستيريل ولا مش ستيريل، وقديش درجه حرارتها؟ فكروا في الموضوع. يلا بوز اند ريبلاي. واحد اثنين. السوليوشن عاده بيكون تاب ووتر، مش ضروري يكون ستيريل. ليش؟ لانه الاير لما تدخل فيها مي تخبط بالاير دروم وبترجع برا، يعني هي ما في كونكشن مع الانر بدي. التمبريتشر كثير من الناس بيقولوا لي بدنا تكون هوت او تكون كولد. يعني انا لما اسالك سؤال تمبريتشر حاول اعطيني اللي بدي اياه. يعني انت هوت، انا شو بعرفني هوت 60 ولا 100، ما بقى كولد هي صفر ولا ناقص 20. في ناس بيقول لي زي درجة حرارة الغرفة 24. لا، هي الايديال سوليوشن اللي بدك تحطه عشان الواحد ما يتضايق اللي هي زي درجة حرارة جسمه، يعني 37 38، هذا احسن شيء. اوكي طبعا لما نحط مية باردة شو بصير؟ بصير المريض دز، لانه هي بتسوي ستيميليشن. اي شيء اكثر او اقل من 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 حراره الجسم بيسوي ستيميليشن للانر اير وبيعمل فيرتايجو، هذا اللي هو ايكوفالنت تو كالوريك تيستينج تبع الفيرتايجو. شو بخطر على بالكم complications تصير مع الإير سيرنجينج؟ يلا بوز وريبلاي. واحد اثنين. complication من الانفكشن تكون rarely يصير في damage to the eardrum من البريشر. هلا الشغلات الثانية، الكف هاي مش complication، هاي symptoms. ليش بصير كف؟ لما نحط مية بصير stimulation للفيجاس نيرف اللي هو بغذي الإير، بنفس الوقت بغذي الديافرام، فبصير في كف. اوكي بين، هاي بين سيمتوم مش يعني كومبليكيشن.
طيب يعني هو بيزد على اللي حكيناه، شو رايكم انتو امتى بتتجنبوا تعملوا سيرنجينج عند مين؟ يلا فكروا فيها. واحد اثنين ديفينتلي، واحد عنده هول بالايدروم ما بنعمل له لانه بصير في انفكشن، اوكي. واحد عنده ريكرنت بروبلمز اوف تست اكسترنا معناته هيز برون تو انفكشن، اوكي. برضو اذا كانت الاير كانال نارو مش حاول نجنبها. الانسترومنتس بدها تكون يا اما هوك يا اما سكشن، طبعا هذا بصير باستعمال الميكروسكوب. ثانك يو فيري ماتش، ويعطيكم العافيه.